بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سورة طه آية قصر السنين آية سديت من الصدح أي درس يكب الله ونها. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا فرعون صدد يا كسود حسني واحد أحمري قلت هراء فرعون كسود حسني دمركي الله حري أولا دمي أي وحا لبالله وي مرحلة أسو وطاريخ مكملة وردن إسرائيل تاريخ وديوي. نبي الله موسى عليه السلام iyo walaalkii Haaruun nabiyilahi Haaruun reebina Israa'iil gumaysiga ka saaranay way ka saareen oo kuwii badda gudbay. Markay badda tilaabeen, Alla subxaana wa tacaala oo gumaysigii ka saaray khatartii baddana laga badbaadiyey ayuu Alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi kuluu min tayibaati maa razaqnaakum, waxyaabahaan idinku irsaaqnay kuwooda wal wanaagsan cuna. لكن هكو حد قد بنا ضيبات كان ليدين سيه هكو حد قد بنا وهكو قوقنا كشكري الله سبحانه وتعالى إن عوين كان ليدين سيه. وفيحل عليكم غضبي وحويان بمعنى واتشبيد نوالي ردقين نوالي له. فيحل عليكم غضبي هديئات برواقضة أن ليدين سيه كو حد قد بتان وحادوشي نكو واتشبي عربي عدي دوشي سأي عربي دو كو واتشبتانا وهوطي أو مير هاليسو كو دعي ويمعنى تافيوه انشباد تناد دوار تشقلين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. روحي خلاص انتو كده صلات أو على الرمية عمل صالحا اللي يمال هداية إياهانون كان كسو كنا هذا أو تشتك هذا السيفي عن القرصة متكي أضافت بنام بانه رب سبحانه وتعالى. طيب، وما أعجلك عن قومك يا موسى. نبي الله موسى عليه السلام وكان صور شيئني بلن بو الله أوليه سبحانه وتعالى بلن أفرتن بري كذبة أي الله أوليه تضباتا ريبني إسرائيل أخيار صوديئا صوك حيثالي ميل بالغو لب الله دورتي بورتي دور أي الله لب الله si loo gudoonsiiyo ama loo siiyo kitaabkii Tawreed ah. Ballantii buu marka soo aaday akhyaartii reer Bani Israa'iil oo 7 sano isagoo wata. Meeshii inta la soo gaadhay buu ka soo hormaray. Isaga waxa uu tilaabooyin ka soo horreeyo intuu ka soo hormaray buu meeshii yimid. Arrinkaas marka laga hadlayo ربي سبحانه وتعالى وحده وما أعجلك ما محيبا أعجلك كسود الدجي موسى من قومك قومك محا كسود الدجي يا موسى موسى. قال وحده موسى هم يغو أولئي واكون على أثري رات كي يكرك سيكسوبي وعجلت وان دقدقي إليك أذان كسو دقدقي ربي ربي لترضى سيأذر على النقطة. قال الرب يحرس سبحانه وتعالى فإن أنه قد فتنا وان امتحاني قومك قومك وان امتحاني من بعدك قداشا وقد قصتك كده وأضلهم وحانا لميي السامري سامري والميي. معنى هذا هو مركو صهر مري أياس رب سبحانه وتعالى وحكوله محاكو سكسودة ديشيو قوم كاغا رجي ألا سعوتي آدو لا إماوي لو أرهن شوابات ببحيه شوابتكو بادي وحوي هم أولئي على أثري واكوا الربيو. يعني إن بدن كما صهر مريهم وحوغا عن إسلاحا مرحا نبا كيري ميسو هم بان تلاوي بان كسهري وحا بنوه waaba kuwan ba macnaha idaba jooga hum ulaa'i calaa afari waxoogaagan hormarkaana isbaba lahayn dhibaata ka imaanaysa. taas waa mid. talabaad wacajiltu ilayka rabbi litardaa waan kuu soo degdegay si ridahaaga aad raalli iga tahay aan u siyaadsado ama u daa'imsado.
إلى الرضا هروه السي إلى الرضا هاجه هلون سياسة دراد نورسه دكدكي هو حرسه هلوبي إلى شهرسه هلوبي رب سبحانه وتعالى مركه وحوسي نبي الله موسى عليه السلام وش يكدم به الرب الإسلام مركه كسوته وربحين بالنسي وحالي القوم كاجوان فتنيني فتنة هو امتحان كأي كل عيلو ديبي عابدون مركات كسوتك تكد وحانا السبب قول لغضو الباديين اللي لدى السامري السامري قاسي فيضن إسرائيلين وكبه الشيء بان نبني وقويس مقع عالي سامرا اللي لدى هذو الشام ديك وكبه الشيء بيج ديك ايه بحان صافي ابني مركا ايه قول للسعودي من مقع نحن وذكونا نواح sida uu u fitnayay iyo waxa uu ku fitnayay qisada dhexdeeda ku imaan doonta iyada faahfaahsan laakiin si gaaban ba nabi ilaahay muusa waxa loo sheegay wixii dhacay iyo cidii sababtay qala rabbuhu subhanahu wa ta'ala wa ma mahayba a'jalaka ku soo dadajiyay aan qawmka qawmkaagi ka soo dadajiyo ka soo hormariyay ya muusa muusa qala wuxuu yiri nabi muusa alayhi salaam hum iyagu ulaa'i wa kun ala athari raadkay korkii saxali ku sugay أما على أثري بالكسو جنه الواك والرادك يصوها يالوائد وصعدا وعجلت وان دقدق إليك أذان كوسو دقدق ربه ربي ربك يو اللي ترضى سياد أرى للنقطة إقرى للنقطة رضاها قنا وأرسو دقدق يود وحلق بها ما قال وحر فإن أنه قد فتنا وانشر ربنا وان امتحاني قومك قومك أجيوان امتحاني من بعدك قداشا مركب كسو تكتك دي بمعنى وأضلهم وحان اللمي السامري سامري بالنمي سبب سامري ما قلنا قضي قومك توحيدك كخربي شرك إبراي أكحي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نبي الله موسى عليه السلام وحال القدنسية كتاب في توريده وصوقات مكوصون قضي سوى وركي حيا فرجع والله موسى موسى إلى قومه قومك سيبو كل قضي غضبان حال أويها من عرف أسفا ومركسا مرغيسا أما أسيفا آذو عريسا قال مركاوي حليا قومي قوم تلقيو ألم يعدكم يوسا إذين يبوهن ربكم ربيين وعدا يبوه حسنا أو نفسا ورصو يبوه ونفسا اللهم إذا كهسن أفضال موحد راضي عليكم دوشينا العهد بلنكي إيا الزبنكي آنين كم غنامي إذن كدرا أم سأردتم محضون أن يحل إنو واجبه عليكم دشينا غضب عراء من ربكم حق ربكم كتبين وفأخلفتم سيدا درادت بعد ظلمتي دي أفرتين وفأخلفتم سادرتت بعد أفرتين موعدي بلنتي دي بلنتان اسكوه غيرو إلا تكسوك ناتان دينتا إيا توحيدك يا باعبا سادرتت بعد ربحدين قالوا وحيدا هذين ما أخلفنا ما نان قوبيلين ما نان بلنفرين موعدك بلنكاقي ما نان قو بلنفرين بملكنا حنشد النظر درت خيار كان نجا إياه حنشو أرن كان نجا أنو أن عيسني ما نان بلنتي كجبهن ولكننا نقول نقول حملنا وحنا لوح باري أوزارا عريسيال ومن زينة القوم قوم كقرح ديسي كمل حيالها يدتك إسكو قرحنا ين قوم كي فرعون وحيالها إسكو قرحنا ين قرح كمل دبا نلوح باري فقذفناها زيندي بانو تخدمي وحانو كرين حقا ضبك دحيزا كرين فكذلك صدا صوكالي أيو ألقى أردي السامري سامرنا صدا صوكالي أسيقنا وحنا هاي ضبك كرين نبي الله موسى عليه السلام وصلابت قوك زيوك صلابت سوغو آدو عرس كانحن وحايقون كيسوكو كان وانا وحلق حما هذا فعل لأنك شلق قويسي وكتشري وإله قميسي كساري سبحانه وتعالى سنو عبجزاله عجائبا اللوغة ساري وبدي إياغ انت اللو انت تشيه أي كبحان أيغو أركا ينهرطو لعدو قد الوهل كدبنا إله رزق أفر يرول دتشيه نوانك النوع آها ربك انت آسو لنسوه ذي إنا انت كتغان ما انت ديبي آدان ويديبي وحود دونتان ويديبي عابدان ووحا لغا حنافو لغا حمادوه ساسي معلك ماشاء وحي ليهن نبي الله موسى عليه السلام مركي إلهي واربحين تسيي قوم كيسي إلي اللومين وحكا مغضي مجرين لكن مركو صوان نغضي وقرنتي إساقي بس دول تاقي حالة دي سوسيدي مركي ورواكا قدسني صوت روح ويان ليس المعاين كالمخبر
أما ليس الخبر يعني إسكوميد ما شيء مركب لغوه الرمو إيه مركب لغوه سدوتك حتى وحكا لإسكاب عفه الواحد اللي سوسيه ويتوريه كقر ليه وألقى الواحة الله سبحانه وتعالى وكيه مركب حالة دميشة تالقوه الواحد حتى واتوري حنب يعيد جراد معنا ساسي مركب حالة دي الرب سبحانه وتعالى هلك لك حكا عبره عرو إيه سيقو مرقسان أيو صلى الله قوم كسيه مركب الله حلو. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بكل والرب ينصو يعني يبوه ولا كسن إذن ما يبوه يبوها سيوحا اللبنية إنو يهي كتاب كي توريها إلا إذن سينتون وأحكام يوحا دوبة هنتين ربنك تعالى والإله ينصو يبوها ميدا كحسن لما متكوي ما ممددي با إذن كل راتي آن إذن كم مقنايو واد هالمانتين يبوهي اللي يبلنتي وهالمان درتي واد مركا أغبا حدين oo arintan idinku kalif mise si kale ahaydo waabad u qasadeenba in aad ikhilaaftaan oo yabohi alle aad jabisaan balantina ka baxdan waad u qasadeeno haddii marka waxaad u boodheen in cada ilaahay idinku wajigto fa akhlaftu mawidi lawada midkeedad marka uga baxdeen ilaa shayga balanka marka aad ka baxayso ama halmaan baa ku geynay ama u kasbood uga baxayso warma waqtigi ba idin ku dheerada waqtigu haduu dheerado balan waxay keentaa halmaan bukeena oo saasad uga baxdeen miya mise waad u qasadeen oo cala ilaahay inay idin ku dagto idin ku waajibtaad u qasadeen oo u kasbad marka balantii uga baxdeen labada keeta xaalku macna saas u gudbi waxa yiraahdeen ma akhlafna mawidaka bimalkina udurdar waxay keensadeen aad u qabo oo macna waxay waxa yiraahdeen kala aan leenahay iyo talada ladoo gacanta noogu jirtay darteed maanaan balanta kaga bixin يبوهي أن كرق الله من بان خريني صحيح من بان خريني خيار كنقى ما لنا قصة بينين من ماشلا انتو وحلوم البلوقيب ومعنى وحويان مارك تشتكي نقل لحيي ادي بيسك الريحيان حد وحويان دي بي انا دعابو داي هبل باقي قول ريحي معذر دار بنا وقت ما اخلفنا موعدنا موعدنا بملكنا يعني هنا شو أرنت ماذا أنه هنالي إنه قعنت كوهيزني أو قعان كيدي خيار كيد الله إنماعين لكن وحانا لغوحا باري مركان نكسو تغي فرعون إيا مملكة ديسة وحانا لصو ساري عليسيو أو فرعون قوم كيسو حيابها إسكو قرحينا إيان كمد يعني وعلي ده هذا مركي سوان ببحيين بإنتي دهب إيو حيال الله إسكو قرحيو حليدا اللي إسكو قرحيو إنتي سو إرقستين سو عريستين بإن لا صوت تغيين ayagoo marka wato oo xambaarsan bay soo baxeen badii bay soo gudbeen banaanka markay u soo baxeen oo Nabi Muuse ka tagay oo balantii aaday bay markay isu keenin sababta keentay inay soo ururiyaan dab bay shireen dabkii bay markaa ku wada rideen Saamir oo meesha joogay la socday isaguna wuxoogaagii u waday isaguna intuu soo qaaday buu dabkii ku riday meesha sala isugu keyd sababtu maxay ahayd bal isay waydiinayaa inay dabka isugu geeyaan xulliday wateen iyo ziinadii maxaa keenay qolyo waxay leeyihiin ganiimadan u ballaanayn oo waxan maadaama ay caariye ahayd soo la qaateen khalad bay ahayd oo dabka inay ku riyaan oo dabkaasi culo sidii ummadihii horeba qanaaintooda adabku u qaadan jiray saaxay ku tala gashanahay qolyo kalena waxay leeyihiin ma aha dabka waxay ugu rideen waxay rabeen way badan tahay oo waa qayb qayb yar yar bay hadda kala tahay intay dabka ku wada ridaan oo isku dhalaaliyaan hal qayb ah oo la ilaalin karo inay noqoto saas baradid markii Nabi Muuse ay la sugan soo noqodkiis iyagoo hayo oo hal qayb ah isku noqotay oo isku dhalaashay ay la sugan maana adiga sabab keentayba dabka isugu geeyay wixii ay siina wateen oo dhalaalana waxyaalaha isku qulxinay dahabkii iyo xulludii halkaas isugu geeyay farajacu la Muuse Muuse ila qawmi kisibu ku noqday غضبان حاله ويها من عريسا أسفا أو آدو عريسا أسف كم عرب الضرو والدا مردتا والدا أسفا أو آدو عريسا قال مركب يا قوم قوم كيو ألم يعدكم أما أسفا مركسنو معنى هذا كلا دودان واتي عمتا لهم معنى كيو سبحان قال يا قوم قوم كيو ألم يعدكم ميوسا إذي يبوهن ربكم ربيين وعدا يبوه حسنا أو ناكسا أو كتاب قيمة بضان التوريض إنو بجنسينا يعني أفضال ما وحا ديرادي عليكم دشينا العهد زمن كيمياء إذا كل ديرادي ومركا أولها المانتين المعنى أم أما سأردتم مثل وحا دونتين
أن يحل إنه واجب عليكم دشي إلا غضب عرى إلا إذن كواجب من ربكم حق ربك عاد ومكا ديوانو قصدوني وفأخلفتم فأصدرت إذا فأخلفتم بلن فرتين موعدي بلن كيجي باتكو بلن فرتين موعدي بلن كيجي وحويان بلن في آدي رقشين ومحي أحيد إن آدي الله إبا عادي سي التوحيد كقصب ناني سانين دانك صنعوني تيبا مركا إيقا بحدين لبدا مدباك يعني أما وان هالمانتين أما وادو قصدين قالوا وحيدا ذن ما أخلفنا ما نن بلن فرنا ما نن قوبيين موعدك بلن كاجي إيه يبوهاجي بملكنا حنا شبا نبا سببتك أنا أرنج أنجو هيسني أرين أنو أنجو جعنت كو هيسني أو تانا أهيت صورت ما أنا كجبيعني لكن سير رب حلو ولكن حملنا وحنا لجو حمباري أوزار العريسيق مركان صورت جنوي من أو من زينة القوم قوم كقرح ديسيا قوم كقرح ديسيا كمن قوم كوا كوا والرفرع تبدين سوى قوم كوحيله سكوا فين شيران عريس كم إذا أيامنا لسواح بريء وصاق هذا نمر كسر بحين فقدفناها زينة ديوان طورنايون كردني حجيل قرن في النار ومعنا باب كيوان كردني فكذلك سيدا أنا نقول قرني أكله أيو ألقى قرني السامري السامري لا قرني وعلى جاي أمر كسامري استجو قشوت أيو أما وحي لهاين باب كوا بها باب إيو أما وحي إسلهاين هل قيس كردي أمر كاس إسكو شيلة لكن سامري سجوا أخبار قرصونا سووا منك خطبة وتوه وعقرصين يحبوها معنا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فأخرجوا صاري سامري لهم بروسو صاري يجري بني إسرائيل عجلا بروسو صاري دبي جسدا شد بروسو صاري كبدل شد كسر له سجوا أوسق لذي خوار دوق لعاد بناحن أما دوق لعاد فقالوا مركز وحي لهن هذا كان إلهكم إله نمي فقالوا معناه هو السامري أنت الرعبي قالوا وحي له هذا كان إلهكم إله نمي وإله موسى موسى إله سيوي فالنصية واحد ماما ملك الكرادي أفلا يرون مينا الأركين ألا يرجع إنه سنعلين من إليهم إيجا حق هذا قولا وحوراء ولا يملك إنه سنهنن اللهم إياك إن سأوهنني إن أوهيني ضرا وحببا ولا نفعا إيا وحدة فطول فأخرج لهم عجلا جسدا وحل قورا سامري حلدي إيا الدهب كي ماشا دبك الغطوري أيوه كسميي فرسميي مركسوه كسميي ديبي ويل بكسو صار معنا ديبي ديبي بكسو صار ديبي كمركا جسد دم بقوله سبحانه وتعالى جد جسد جد هل كافي مفصلين تسكو خلاف يعني قارنوا وحيليه جسد توحي كتوصى ساه يلي يو ليك من جسد تصلى جسد وحلي لنا مركو يلي يو ليك يلي مركا وحيليه مركي أوسمي إلهي قدرة دي سيا أود دي سا ديبي دهب كأوكسمي باوكو إسر رضيغة ديبي عالية والرسمية وتشير عادي له ليك له نالب بس نضيف. الله نقدر ديس سبحانه وتعالى يا أودي سكما أتكارن تاس. جمادات كأنه أبدر وحيلا نال وتشير له وليك له إلى سبحانه وتعالى كما أتك. تاسوا صورة قال الشيخ محمد أمين الشنقيط وهو ليه معناها إنه الراجح يهين وحى كتوسية جسدا تا كتوسية سبحانه. حيل الجسد لما يلهذن بليه هذو سكية هيون وحى قلفوفة. يعني براء إسقاط على رأي أوكلية تهدوية هاي جسد الله ما يرادن بله قلنا وحي ليهم فوق هذا يعني وحي علماء تفسير ككبد وحي ليهم ما هين النفل مجل جسد نمن قنينة بريه يبدأ كميرش وقد عادية بوحي أسا ما يسوي أسا ما يقصد الصورة دي بي أوكله حاجة دمنا كدولة حاجة هرنا كدولة دمايش مركة جشوا أو حاجة دم بقى تجشوا حاجة هرنا كبح يسوا سيد دي بي عد كيسو كانوا بحله له خوار ولا زيدان وحو وح نفقش يا مقدقات يديك يهيل منا ملايك قولنا الرأي ظهري مريانا وما هي سيدي ديبي عايد وعيي ديبي عادي سيدي سوكن وعيي له خوار مركز المركي وعيي أكين ديبي وهي أي ماشا قد عديان وديبي نقضي وحضنا سيد الله وعيي حي بعد ساميري انتي رعسانيك دا وحي لعلان والرابني إسرائيل واكن إلهيني
إلهي كالعبود إنسان عبادتي له ومسكوا موسيه تلفتي سا إذن كسكوا طعف إلهي سيوي واك إلهي سي ملك نكر هذه واهل ما ميو موسى ملك نكر دولي مويانا واك إلهي موسى إلهي من واك غير بني إسرائيل دي بيجي عبودين ولما سي أدك بيو عبودين وأشربوا في قلوبهم العجل ألا وكري سبحانه وتعالى قلوب صودا وحا لعبسيي أول لقليه دي بيجي تعيل كيزي عبادتي مسلمين دقار واحد ليه فرعون هي الدولة دي سيبا الديبيدة لقى عبودش نوان كريما داما اي صوصة ما تضحينا وبرنان كيما دين ولي وحا كسي قفلان وقلبي كغسي تشرا ديبيجة اي وينين تيسي تعظيمين تيسي نين كانوا بابا الديبي ميشان وغا صوصاري صوص برادة روح هذه خرافات اي بلاي اي شركيا بصومر سيء وغا بحبها وغا بسلان وارد مروا البوحين با معناه مالكو العظم لاب مرتج marka wax ilaahay dibigan tacdiimintiisa yaani biadi reer qibtiyiin fa iyo fir'aan mamlakadiisa ba kale yimaadeen saasay macna leeyahay odhnayo fadhiinada qaar kale rabbi subhanahu wa ta'ala marka aqli daradoodu muujinayo saxafatu uqul aqli xumo iyo nacasnimo fara badan warmiyeen aan arkay nin buu rabbi subhanahu wa ta'ala wax hadalay inuu soo celin karo haday la hadlaan lama hadlayo haday wax weydiistaan uma jawaabay haday caayaan iskaga celinay wax hada laba ma soo celinayo waa koob waa kalabaade dib iyo dheeftoona inuu san u haynin saamirigan ilaaha samaynahayay shalay markay gumaysiga ku jira uu la joogay dibi gumaysiga ka saar wuxuu ugu sameyn waay badda markay marayeen dibi baddan gudbiyay wuxuu ugu sameyn waay oo ilaah u noqon aqli xumadooda dibi yaani diran la isku dhalaaliyo meesha yaallo oo buraashinahayo sida loodii u ciyaaraya bal adiga waxay kugu tari iyo aqliga kugu qanciyay caabudo ilaah ka dhigo soo aqli liitama saxafo aqli xun ma shay u dhameeyay macna saas rabbi subhanahu wa ta'ala bixmaay fa akhraja musa lahum iyaga ijlan dibi buu soo saaray jasadan buu saaray akhraja musa lahum iyaga ijlan dibi buu saaray jasadan buu saaray jid lahu kaaso jirkaaso ama ijligaaso lahu isaga uu sugnaaday khuwarun dawaq lu'ad yaani lu'ad dawaqeeda khuwar kale ilaada iyo cideeda فقالوا مكاسا وحي لهذين هذا كان إلهكم كان عابد الثوي عبادتي إنك إسكالوي وإله موسى موسى متكو عابد لهاوي فالنصية واحد المام الموسى أفلا يرون ميدا أبينا أركي نمر من سبحانه وتعالى ألا يرجع إنسا عليلين إليهم إيجا حقوذ قولا وحورا ولا يملك إنسا هلنين لهم إيجا ضرا وحدب أولا نفعا إيا منفعات وحدب يدفتون إنسا روحي صلوات ما id kastoon kulana halli kareen dib iyo dheefna aan gacad ku haynin waa uu dibigi reebina israal caabuday soo wax khalqi kasta oo caabuday waxba haynin waxa way cibaadada caabudayso diin la'aan waxa ku dhar aqli darra ku dhar koo shirkiyad ka sameeyo qabuurta dul fadhiya diin xumada waxa u dhar aqli xumada u dhar waa lagu dhigay ihtimaamay subhanahu wa ta'ala waxa yar hadii aqliga ay ka shaqeysiin lahaayeen من سهم لها يوحي كسره من الباطن يحمل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري سؤال بما يشاء إيمان الزواعوي كيف بني إسرائيل لقريم موسى وكما غرائه نبي هارون والتشو عليه السلام من سمي هو من أقطبوا أنت يديبك عابد هيا سؤال شفا إيمان الزواعوي ولقد قال حقيقة ويري لهم إيجا هارون هارون وكيري من قبل هران انتو سن موسى صون قنين من قبل رجوع موسى موسى انتو سن صون قنين هارونك الكويري يا قومي قومك يو إنما فتنتم واؤن ليدن فتني به الدبقة واروا ليدن كل فتني وإن ربكم ربكين إذن لها إذن أبورتي الرحمن ومتك الحريص تبضلون افتبعوني إراعة وتوحيك إغراعة وأطيعوا يالا أمري أمر كيغانا يالو إطيعة قالوا وحي لهذا لن نبرح كزول منه عليه ديجا كركيس عاكفين إلى أنه كوكو نجي حتى يرجع إلى أولابتو إلينا أنه نوص أولابتو موسى موسى ونوص أولابتو إلى موسى نوي مادو كتك من ده نبي الله هارون عليه السلام رضي سبحانه وتعالى قرآن في السنة كتل مامي يعني والله الله والله الله وحكويري ورنما يهواد امتحان انتين ديجا النوالي يكون امتحاني shirki weeye iyo gaalnimo iska daayay dibiga waxba idin mahay dheefna idin mahay waxna idin ma tari karay ka idin leh ee idin maamula wax walbana haya inaad caabudaan la ay gartahay
والله نحريس تبرو والله نحريس تبرو سبحانه وتعالى ربكم الرحمن ساس بلاد النويه الراع سامري هالراعين والشرك اللي هكون راعينه أنيق التوحيد سيقول راع توحيد سيقول راع بقول يأضيع أمر كي يجيالا سامري أمر كي ساقادا لنا ما حيقول شوانا وحيقول لهذين وحيقول يسلوك بين هارونو هارونو أنه ديبقى عبادة دي سان ندل شوانا وأنه كدل نجينها النكتة جينين إلى موسى الله صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم سمحيك الربان معنى هذا ما وحي كوضا موسى مركو نوي مادان توشيرين ناو كتغين مايا بل موسى نتلدي في رأيك سفيرين ناو وحاب الله يلي أبا إنا لست هايبا موسى مركو صوان مقضا إنو كوا فقدون حايا يلي وحاكو يلي سامير واتاكو يلي زمع إلي سامير معيولي فالنصي يبو كوي زمع وإلهي موسى لك واح المعنى وحاب الله يلي أبا عقل حواضا دا إنا إسلاميين ما لها هذا الكي ساميري بأسرح موسى هدو صوان مقضا وإذن كوافقي دونايو فإذا إلهي يسيوه الماضي بأن الله صعب صائر إسلام برغيام حتى يرجع موسى موسى فالإله أصول له تيسى نفيرين يا الله صعب لكن أكبر حلقة دميلان ولقد قال حديثة ويري له ريج هارون هارون عكويري من قبل غران يا قوم قوم كيو تل كيو إنما فتنتم وأول لذين امتحاني به ديبيق العبادة دي سوال لنكون امتحاني وإن ربكم ربيين الرحمن مدك الحريف تبنوه وامتك نحريستي سجنيسي إذا قيسوا صار فرعون بدل إذا سومري برواقدا ما أنت عليه ستان إذا سيء نحريستا في الله عليه أم بارب جينا دي جنب حمحي فاتبعوني الراع أو توحيد الراع وأطيعوا يلا أمر أمر كي جنا يلا أو أنا أمر كي قاتل سامي الكهرة قالوا واحد هذا لن نبرح كزول منه عليه دي جنب كركي سعاك فينا إن الله يكون كل جي حتى يرجع إلى النهضة إلينا أنه النص ونقضى موسى 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 ونقضى إلى موسى ونص ونقضى والمركة قال واركينا قال وحيد يا هارون هارون نبي موسى مركة وصنه قال نبي موسى وحيد يا هارون هارون ما منعك محاكو ديدي إذ وقتك رأيتهم أبعرك تضلوا إلى المومين ألا تتبعني أن تتبعني إلى ذرع عدم حاكو ديدي إلى ذي قد وقتبات أفعصيت ميا العاصري أمري أمرك يجي ميا العاصري قال وحيد هارون يبنى أمة هو يدي ويل كذيو كي هو يدي لشيو لا تأخذها قوانين بلحيتي كركي ولا برأسي يا مرحي قطوان إني أنوغ خشيت وحك عصري أن تقول إلى تراهرو فرقت واتك لقيسي بين بني إسرائيل في بني إسرائيل لحظة بأياتك لقيسي ولم ترقب ماذا إلى لمن قولي أرهضي دين ماذا إلى لمن ساسا كعصري ساس درادة ذا موقف كهو قاتل بكير نبي الله موسى عليه السلام مركو صولات أرنت البعضي يخلق كنوين أبعي صدح قلبه وكوئين وكوئة ذا يربع صدح قلبه ماشي تبتيبه ساميري فرطه ونينكي كوباده واحد بالله بيه وركي سو نبي موسى كلاحا للدونه إيه هذا الكوود شهدين دونه واسوس عزه سيقوني ونحن له إيه بني إسرائيل قود أهان وكان صامرني وهذا القود بوتشهدي هو كيف يقول يعني يا قومي ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا هذا كان هذا السمرين منك صدح هذا الميشة الشوقي ونبي الله هارون عليه السلام وإستغن النبي موسى أوليها المحاد أرمت وحوق قبول وحيان نقطة نبي الله موسى عليه السلام هارون ميشة انتو الشوقي سيدي للربي إنه سأل أرمت وحوق قبول ساس براد يدبو خصري نبي موسى عليه السلام القرآن يعني سيدة يعني قصة قصدي سمكو كهله وحوجات دبعات كلن من كلن أو معنى وحوى حق كؤبك إنه أخذ معناه كمقص ساس برادد معنى وحوى ولالك وحو قبتي من كوساء يبدا ولالك بقدك يوحو قبتي يمرح قدك يتنو مثل قبت مركزه وليبا معنى وحوى تشيلي وأخذ برأس أخيه يجره إليه وصوق لي وصوقفت مركز أول حكيري محاكو ديدي هارونو مركز أركتي ذاتكو إلى اللومين إلى إصور رعضو دي قد وقت مادم حاكو ديدي حدي حتى هذا الكهات ديدي المحاد إصور رعوي وحوكوضا وحوكوضا حداد إمتاد مركز كو ديدي صوت مقاقضة إقد دب إيمان لحي وحي مركز كو رميو كو راعان أي كو صور راعان أرمت الريبني إسرائيل ويلع عسوان لحي محايا للنبي هارو وحو أها من أي آدو تشعليهين ونحضر المقع كله هذا الكي هدي كبيرين
waxa laga yaabaa haduu dhaqaaqo oo ka dhaxbaxo inay mowqifkooda dib ugu noqon lahaayeen wax iska bedeli lahaa saas daraadeed maadiga daba timaadid oo kasoo dhaxtatid wey wixii ku soo raacana aad soo kaxaysatid ama amarkaygii baad caasiday amarkii uu siiyey muxuu ahaa ukhlufnii fii qawmi wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin buu ugu yidhi wakaa amarku siiyey iiga sii dambe buuhi oo macnaha qowmkayga tolkay iiga sii dambeeyo sii maamul buu ku yidhi hagaaji wixii la haleeya hagaaji mufsidiintana jidkooda ha mari dardaarankaasuu nabi muuse uga tegay walaalkii haaruun markuu ka tegaayo marka wuxuu leeyahay ma amarkaygii baad caasidayoo miyaad ikhilaaftay haaruunow maxaad iisoo raaci weyday uga soo dhaqaafi weyday nabiyullaahi haaruun calayhi salaam siduu ku cudur daaranaya fiiri wuxuu yidhi yabna umma hooyaday wiilkeediyo culimadu waxay leeyihiin isku aabihii isku hooyay ahaayeen laakiin hooyada wuxuu ugu yeedhahayaa magaceeda waxoogaa uu ku beer la xawsanaya ila ninka aada hooyada ciddaad walaalaha ka siiyin waa kaaga beer nugul yahay midka xagga aad soo ma yabna umma kii hooyana wada dhashayo gadhkayga iyo madaxayga ha qabanin cudur daar baan leeyahay wixii xilkaygiina waan gutay haddaad ileedahay maxaad uga soo dhaqaaqi weydeena laba arrimood baan ka baqay ta koobaad weeye inaad itiraahdo reer bani israa'iil baad kala geyso qaybisa sababtu waxa weeye laba mid hadduu soo tago inta soo raacda soo kaxaysta inta kalena ka yimaado soo ma qaybinin reer bani israa'iil ha taa inaad igu eedaysan ka cabsanid waa ta labaade kooxda aniga iraacsan haddaan ku dagaal tago oo kuwan dibiga caabuday aan la dagaalamana ayagana reer bani israa'iil waa kala jabayaan inaad taa igu eedaysana waa ka cabsaday inaad itiraahdo hadalkaygii maadan ilaalinin ahaa iiga dambe oo hagaaji mufsidiidna ha raacin hadalkaygii nooca ahaa maadan ilaalinin inaad igu eedaysana waa ka cabsaday saas daraaddeed hadal intaan hadli karay hadlay waxaan u sheegi karay u sheegay laakiin intaa wixii ka badan adaan kula sugahay ijtihaadkaygaana wuxuu itusayo dadaalkayga waxaan isyidhi malaha tilaabo intaa ka siyaasan haddaad qaadato waxaa ka imaan kara dhib walaalkaa muuse uu kugu eedayn karo ama lagugu qabsan karo saas daraaddeed waxaan gudan karay waa gutay intii kalena dee waatan adaan kula sugahayay buri sidaa marka weliba wuxuu ugu daray yacni ina alqowma istadcafuunii wa kaaduu yaqtuluunani falaa tushmid bi alacdaa way idaciisadeen oo hadalkaygii waa iga hoos qaadi waaye inay iddilaanna waaba sigeen oo qaar baaba idili gaadhayba sidaas daraaddeed walaalow cadowgaygii oo arkaya haygu jiidjiidin hortooda oo ha igaga farxinin nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa garowsaday walaalkii hadalkaa uu ku yidhi iyo cudurdaarkiisa waa garowsaday fii suurati alcaraaf baynu kusoo marnay rabbi ikfir lii wali akhii soo maahay waa kan soo marnay ilaahw aniga iyo walaalkayda noo dembi dhaaf halkaasaa macnaha waxaynu kusoo marnay ayb walaqad qaala qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id waqtigii ra'aytum aada aragtay dalluu inay lumeen allaa tattabicani inaad iraacdo maxaa kuu diiday ilaada macnaha zaa-ida ka dhig muakida afa casayta miyaad caasiday amrii amarkayga miyaad caasiday qaala wuxuu yidhi yabna umma walaalkay hooyani yabna umma hooyaday wiilkeediiyow laa ta'khudha qabanin bilixyatii garkayga walaa bira'sii iyo madaxayga toona innii anigu khashiitu waan cabsaday an taquula inaad tidhahdo farraqta waad kala geysay bayna bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda waad qaybisay oo waad kala geysay taasaan ka cabsaday oo walam tarqub maadan ilaalinin qawlii olaahdaydii aan kugu idhina maadan ilaalinin inaad igu tidhaahdo ood saa dhahdaan ka cabsaday buri macna saas daraaddeed baan tilaabo dheeraada u qaadan waayay qaala wuxuu yidhi intaas waa hadalkii walaalkii isaga dhex maray wuxuu ku jeesanayaa ninkii ra'su fitnada ah fitnada dan madaxa u ah oo saamiri ah qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam famaa khatbuka sha'nigaagiiyo arrinkaagu muxuu yahay yaa saamiriyu saamiriyow warbal saamiriyo waran qaala wuxuu yidhi basurtu waxaan ogaaday bimaa shay ayaan ogaaday lam yabsuruu aynan ogaanin bihi isaga reer bani israa'iil wixii ka qarsooday baan ogaaday fa qabadtu markaasaan qaaday waan cantoobiyey qabdatan cantoobo min athari rasuuli rasuulka raadkiisii ayaan cantoobo ka cantoobiyey fanabadtuhaa markaasaan tuuray cantoobadii xaggee buu ku tuuray dabkaan ku dhex tuuray wa kadalika sidaasayna sawalad qurxisay lii aniga nafsii naftaydu ii qurxisay qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muuse calayhi salaam fadhab tag fa inna laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda
أن تقول إلى تراه الله مساسا تاوش ما جرت استاوش ما له هاي تاولين إذن تاول ماي وإن لك وحاكوس ابن أبي موعدا بلن باكوس ابن أبي وقت الوية وهي بلن بموعد باكوس ابن أبي كاسو لم تخلفه على وقوب يلن لك أجب حينين وانظر فيري إلى إلهي كمتك العابدين بالفير الذي متك فظلت آر أهاتي عليه دوشي سعاكفا متك النجي والإله سويستين الدول شوتين بالفير لن نحرقنه ولا إنا نقوبي أو قويبو ثم كذبنا لننصفنه ولا إنا نفردن أو نفردن في اليم بدا دحدا نكفردن لنا نصفا فردن ساسكوت إنما إلهكم والربن إسرائيل ودقستو إنما إلهكم متك عبود إسان عبادة دين لي الله الله الذي الله صلى إله من حق عبود إسان إلا هو إستقمه وسع واسع نغري كل شيء وحو علما أغانش حق علم حقه واسع نغري الله سبحانه وتعالى والسامير يو سامير آدي لن سامير ويكسر الرسطين نبي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى وحوشك السامير وحفتنه تريدنا إسرائيل ملكه ويمين وحي لذن ساميري بأن فتنهي أدي لذن ساميري في سبطه والسامير يو أرن كاغا العلس لمحوها خطبك وحل إلى هذا وشأنك عرص أرن كاغا العلس لمحي أهيد ساميري سامير وحي وحان أغاذي وحربني إسرائيل أين الأغاني بصورة هذه القدو وفعل الله قبلنا وحي أبضان طيبين إنتا بمعنى علماء وعرف إنتا معنى طيب وحن أجاذي بليه وحيل ربنا إسرائيل أجانن أو كقر صوي وأنا نبغي أجاذي أم إياه وح أذبو كليجا أجانتو ربنا إسرائيل كقر صوي وحليه هاي ملقي رسولك وحلاجوا ولا ملك الجبريل سيد الله بني ملك الجبريل وربنا إسرائيل مركي بدت تلاها هي جرمة كويمت أيه وح وتفرس فرس كي أصارنا ماشي وعكت الدجا هي عرض يدي عرض مشاهد يساق هذا سرعة توبي دي بيجي أسمي يذهب كأي ماشى خو جرين إدلالين هين يو عرض عن توبي عرض هاي بكل حسير سيدا سامر كواح كوسا بحي دي بيجي إلهي سربا كوسير كمر ك عرض هو عن توبي نيو وماشي فرس كل نقطة بغيئة سير باكو جرت سيو كو غادي الهي باكرني شيطانين و خو شغي بالغيا ان الذكر نوع على كل انت بدن واحد نويه شياطين تلا شقيسان صوبا شيطانين ولا سعده هوشن جبريل يا فرس كيسا يا هوشن ولا سعده شيطان او وحيوداي انو يها وا سورتغل وحا كلو سورتغل اه ان فرس كمشو عكت دغو انتو اركهي ماشو مركي وعكا كقاببا اي كسو بحي الدوب اي طاق كسو بحي اي نولانيس ساس براد بيض او كوفي كيرين ماشا سيربا كوشير كي عربا قادوا بالدبي دون كود حسين ايضا واسور تقل وارين عقل جيس او اخري انو يهان واسور تقل ميد لي لهذا عربي بو قادي دبي جيبا كود حسين ارين تانا ارين ريبني اسرائيل اي اغايين ماهي انيقا امبا ارين تاسي الان قماناتي ياكو وحيو دي بلا يكود عليهم وحن ياكو شيري وكذلك سولت لي نفسي نفط إذا إيقر حس بس نفط إذا إيقر حس عقلنا يعني وحوي حجة عقلية هي حجة نقلية منا معسكنيو لكن نفط أم باكيه شيء بل ود سيدنا إلى قم مناطي نبي الله موسى عليه السلام سيدنا الكلمة تقبلي وحاكوس مناطي نوشا نحن هذا إن آتنا هذا لا مساسا استعبش مجرتو استعبش مجرتو معنى وحويا إما تابن إنسان أن إذن تابن ماي وفيك بعد شركي سهدي لتابطه واحد وصلي حدو يسوي عتاب ترى واحد وصلي إنك لا إلالي ومر مر الله مر كذبك زي ما داوي إليه هاي لا مساسا استعبش مجرد وفيه لنك بيوع إذا لقو خيام سيرور غزان وقرن ذات النبي بكوي لمركة ابتماع دميرش واحد لقو كلا قبنه نينك وحكا قبنه واحد كتر هذا لا خلاف إسخيالي دي مجد ممكن أمرك وحويان عقاب ساسا الدنيا دي القرية دي وحلا معاملون كربا مبتش رب سوشت يعني وحو النقضي سيدي وحا اللوفو قري ومعنها اللوفو قي
سيدي معنا وحوي الناس كيلو عمق بوكلك ولا تكوري سجن ذاتي كلا بحبتي لك عرر اقابسة سنور تأدونك لا يرهب لك وحال إله لا وحي أرهي عكسي هذا إله وقب القديو وقب المريو وحرهي ديبيغا إنو ذاتك كؤرور صلاة ومرح أقول نقضى ماشا كرسي كرادي صلاة محاكمة شيء وحاكمة شيء ديبيغي سيبتي لك لك العرر فاسو معنا لا مساسة طعمش متر ولا إلمان تعبان كريم ولا ناقبان تعبان كريم ولا بلشدي كلام تعبان كريم إذا عرر إنه وانك عرر يا ولمان دور كاسو قالينك طيب إلهنا سبحانه وتعالى عقاب تامري كوا أدنية أما آخر سوى ماها وحا الله ذهي بلا أن لقا قد حينين ونلبرينين وعداد آخران أول الله ذهي معنا طيب وحا الآت فمن ستين ديبقى إله كرد كنب الفير وحو قدام بيالي نبي الله موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا بل إلهك انت فمن ستين انت دل شوقتي والعابد سأفيرته ولا إلى النقوب إلى أبوه نبي الله موسى عليه السلام مركا نقوبنا كذبنا وحا نكفر إلينا أو كبتنينا بطا دحنا يعني مركي لقوه شيء قول ريقمه بص بلغنا يا صلى بص بلغنا بص تيبو مركا انتو قادم وبطا كصيري وراوى الهي نوع استعلي لا نبي مزوى بشره مركو قبها يمو يسكرره دوكا سيقبها يمو يسكقبته وإلهي وحط موتنا يا نبي الله موسى عليه السلام وحن إنو أها أنذر لبلاليه اعتقاد كان أوحبوك منكرا يا وإله إنا وحبك تشره سلاس موتنا جابني إسرائيل ومركا سيقود الله اللي وحوري ورى الله عبادتي إنا إسكاله ومدفى الله وحوي عيد حق لغو عابده يسجرين إساقا مويان شيء والبنى علمي حقي أغواسع نقضيه علمي جيسونا أبما يستريه إساقا سا عبادته إسكاله وحيا ماهن كانت أفقيدها يبقى حيان تن إيا الدبية تن إيا واحدة كمش برسنتين ومعه طيب قال وحيد فما خطبك حالك أقول إيا سامري يسامري قال وحيد بصورت وحان أقاري بما شيئان أقاري أموال أركين والليكرا يعني وحوي على لغة بصرت وحن أجاد بما شيء لم يبصروا أين أجان به إسق فقبضت مركزا قاري أنا عن توبي قبضة عن توبة من أثر الرسول من أثر فرس الرسول رسول كي ملك الجبيلة فرس كيسي راد كيسي أيان كعن توبي من أثر فرس الرسول رسول كي ملك الجبيلة فرس قوة راد كيسي أيان كعن توبي عن توبة قاري فنبضتها عن طوبتي بان مركز ريلي وحان كتوري في النار الدبكة دحجز عن كتوري معنا دبكي ديبك وكتشري ومعنى واحد اي شيلة اينا اي دهبك كتوري حشري كيف يكون ايو كتوري حشري وكذلك السباسي اينا سولت قرحسين لي انك النفسي نبتيري وقرحسين قال يقول النبي الله موسى عليه السلام فذهبتك فإن لك وحاكوس الله في الحياة ونشأ نحن هذا ان تقول الى تراهد الله مساسا تابشو مترت لاستاباً ما هي تاباً إلا إذن تاباً ما هي لا مساس ساس المعنى وإن لك وحاكوسنا ذي موعداً موعد باكوسنا ذي كاسو لم تخلطه أن لقو قبل لنفرين أن لقو لقا قبل حينين موعد وحا الله ذهي آخر أن لقا قبل حينينه عذاب في آخر معنى يكون وانظر فيري إلى إلهك إله قبل فيري كالعود السفير الذي كاسو ضلت آبها عليه الدشيس عاكفاً مثل نجي أدل شوكتيو عبسيقا قئي باهيدا دي أدل قيسان يسيو يعني وحوي يعني كدل نجد لن نحرقنه ولا إنا نقبنا أو قبنا ثم كدبنا لن ننصفنه ولا إنا نبتن أو بتن أما فردين قلبا قاتل عرب في اليم بدا لحيدا أيان كفردين أنا نصفا فردين القاسان كبتنين ووكاسي وحقا سعادونا وحقا سعادونا معنا إله سواح اسكعليو أديكي سميين بالوحكة علمي معنا صلى الله عليه إنما إلهكم نسمع منك مركة خلق إله سبحانه وتعالى أسنى يا أصنام يا عبدان إله سبحانه وتعالى ها ابتليه ساسو كالتا ابتلاها أمك ضمي صلبان عذاب إله سبحانه وتعالى أمبا آخر أضمي وذاك أقول يريني خلق إلى قبور سعابدان أدبك سامري أو كالإنتو أسمي قيلها إيا قبورة إيا خلق إيا أسمي كالا يا بركيست عابد وحبي تاريكاراني كويري وسامري قلبادو سامري جلباتو آخر كي سنة وإنو كدن بايو إساقو فنقران أو بلشدي كبح بحي أو يعني واحد ويقولي ما يقال كي إلهي سبحانه وتعالى آخرنا أقول الله بانت ربي سبحانه وتعالى جزيه يسي أبا الجزاس بحي إلي سامري يسي واحد ما قلت سامري ديلي بو سمعي قرادنا قبور بي سمعي أو قبر إيا ديلي سوى اسكبتنا
لابد هو خلق له قبر يدري منك قبر أسمه يمنك يدري أسمه هل عبديه لا والله بس ما له حد ذلوا معه إنما إلهكم إلهنا العبد إنسان الله الله الذي متكاس لا إله مد حق الله عبده أسنجر إلا هو إسجمه عبادة إسجم جرول وهي كلا ضوا جر بره كتاع عبادة واسع وواسع النقضي كل شيء شيء كست علما بواسع النقضي كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى هل كافى قصدي نبي الله موسى عليه السلام هي فرعون هي قصدي ربني إسرائيل موسى الدرقبي كذلك سيدا سوكلي أيان نقص كوبو قصوننا عليك دشانا من أنباء ما شيء ورركي قار كمدا قد سبق هرمري وحي هرأي قد عي ورركي سقار كمدا ساسوكلا كوبو قصوننا وقد آتيناك وان قصين النبي محمد من لدنا أكثر مرة وحن كاسيني ذكرا حصبا كاسيني وقرآن كمعنى من أعرض روحي جسد عنه ذكرك كجسد فإنه إسوي يحمل وحن باري يوم القيامة ما ننت قيامة وزرا عرس وحن باري ذنوب ذنبي عرس أي وحن باري خالدين حال كواريان فيه وزر يدحلس أي كواريان عرس كاس أي كدح واريان وساء وحماري وزره لهم أيقى أيوه حماد يوم القيامة ما ننت قيامة حملا شيء لحنبارا حقي شيء لحنبارا حقي وحا أغوحن قولا باسي وزره ما ننت أخرى حنبارا يلمعنا طيب كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق نبقى هالك الوجه سيدنيا وحي هري أتغي معدوينك هري أبعي سدا أنك سدا موسى إيه هارون إيه فرعون إيه ريبني إسرائيل أنكوه ورهنن ayaan dhacdooyinkii hore u dhacay oo qaar kamid ah kuugu sheegayna waar ilaahay subhanahu wa ta'ala taariikh iyo duruus iyo waxyaalaha laga faa'iideysto oo nabiga uu iftiimiray salaatu rabbi wa salaamu alayhi siraacan iyo looltan kan uu ku jiro ayaa duruus laga sameeyay laakiin ka soo horjeeda waxa la leeyahay kuwan ka soo horjeeda وحي لم يدهين فرعون كي نبي موسى كسور جيده وكالت اديقنا موسى بوسكي سيبا تاقنت بيال كينو وطيراني عباد بانو التمي دونتان لقيتن كوا سعونا يا لكن محي كدام مين دونتا فرعون حقيا كدام بي واهلا كسامي صامح قدو كدام بي نمان كان غير قريشي دي مكا كاسور جيدنا ايقنا ويقن خسارة وباو دام مين دون نبي موسى محي قدام بي يبدكي الرعاي لد يقول باو دام بي صامح adigana lid iyo guulba ku dambeyn doonto taariikhdu saas ay ku socoto laakiin maxaa ka horreeya dagaal iyo loolta waa inuu hormaro waa in la dagaalamo yaani la isdhibo la isku duulo la xujajka la isu keeno yaani rafaad waa inuu hormaro innaga lafteena maanta joogtana darsiga laynaga siinayo sidan saas waa duruusta qisastan duruusta laynaga siinayo waa soo siraac iimaanta ma taagin asiraac bayna al-haq wal-baatil soo ma taagin أدونك مالك إلهي بالله منك لو أنت إبليس وسجودة ديدي مالك سسراع يدقالك بالله إلا أنت إلهي أدونك قبينا يدقالك واسع عليه بدك أهل الخير كنا واحد متليا رسوشي إيا النبي ديدي متليا نتيجة دونه ونتيجة دي رسوشي إيا بدك الرعي بدك قال هذا إيا الدولة هذه النظام كودونا وثم متليا إيا أنت الرعسني فرعون إيا الشياطين إيا قال هذه وويناء إيا أمضه هذه بي متليا ayaguna waxay ku dambeyn doonaan qoladaasi waxay ku dambeeyeen tariiq labada dariiq ba marka adduunku ugu kala socdaay wax hadda kugu bilowday hamoodi hanjabaadan iyo xajulayntan iyo waa lagu xiri iyo asal raacba tahay argagixisa tahay iyo soo qabta iyo yaani waa mar ku dhag iyo ma hadda inay bilaabatay ma dhisan duruusta la doonayo inaynu fahannay qisaska aynu kala baxno mid ayada nolosheena dhan bay saameynaysa macna ee kaliya maaha wax inta lagu sheekaysto oo sheeko lagu macaysado ha sheekooyinka la qarba oo nucmaansi iyo waqtiga la isku dhaafiyo lagu sheekaysta ma aha qisas ku qoran kulli dad waa duruus nolosha saameynaya weey macna kadalika sidaas oo kale baan ina qusu kaaga dhisoonayna calayka nabi allow min calayka dushaada min anbaa'i ma shay wararkiisa qaarkood min tabciidiyo kadig shaygaasoo qad sabaqa hormaray wixii horay u dhacay oo dhacdooyina wararkoodii qaar ka mid ah yaan sidaas ku siinaynaa aan hadda kuu soo siinay قصدي نبي الله موسى وقد آتيناك ونكسين حقيقة من لدنا أكثر لنا وحن كاسين ذكرا قرآن ما نكاسين قرآن كان منك كتشيسد من أعرض عدي كتشيسد عنه قرآن كتشيسد
وبرشديس فرومينتيس كوبغانكيس حلاشي في حارانتيس روحي كتشي صدن دنبك قلي فإنه إسابه يحمل حنباري يوم القيامة ما ننت قيامة وزرا عقوبة عرص وزر عليس كان لنا مرك الدنب عرص نوالغي كرا عقوبة عرص نوالغي كرا وزرا عقوبة عرص حنباري خالدين حال كواريان فيه وزر عقوبة عرص نحن حال كواريان وساءون حماغي وزر لهم أيجا أيوه حماغي يوم القيامة ما ننت قيامة حملا شيء لحنبار حجيس شيء لحنبار حجيزة وحا مالنت قيامة أحو ماذي وزرقاء عقوبة علوسة أي حنبارين يوم ينفق في سوري ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء مالنت قيامة ومالنت تلمام الله أي أبي لا بهاي دادك حال كودو سيانو قنية وركض علينا سيني خلائق من إلى أمو قتل اسبد الله أي أقول عي يوم مالن حسن بي وكشك ينفق لأفوفي في السوري سور كالأفوفي بون كالأفوفي ونحشر آنفشرين إنه المجرمين دنبي لياش يومئذ ما ننتا زرقا أيوه عند بلوغ له أما إيهو تشيركو ذي بلوغ مخلي يتخافتون يتخافتون وحي إسكو سريسانيا يتخافتون وإسكو سريسانيا وإسكو قرسانيا بينهم بحدود ما إسكو قرسانيا إلا لبثتوا ميدا أنقاني إلا عشرا تظنوا إيه هذا الكاسي هوس إسو أورانيا نحن أنك أي أعلم أغاشب ضمبر سبحانه وتعالى بما يقولون وحى إليه إذ وقت من أغاشب ضمنها يقول أوليه يقول أوليه أمثله منك وعدالة بضم طريقة حق تشبك إلا لبثتم ميدا نجان إلا يوما مال مويه نبي محمد وقدتك وحد أغاشك مالك سورك الأفوفي سورك وخلق إله مخلوق سكمدة وملك بالله الساري إسرافيل اللي ده أدون كمرك اللي جب جبينا نوال عفوفي مرك اللي صون مولينا يخلق جن ونشع عصب لك جلي نوال عفوفي كان مرك واحد اللي جوا ده ومدي دم ب اللجوسون نولانا يوش واحد وشيف تاع عفوفي تصور كمرك العفوفي فعلا ملك جوا بديار كروي سيد النبي نوشع صلى الله عليه وانا فرصي بمكن أفكو كل شيء رابو النبي صلى الله عليه وحول الله منه إنه عفوفه بس ديارو هي جنب كتيرة markii la afuufana waxaan soo kulmineynaa barbar subhanahu wa ta'ala mid jambiilayaashi baan soo kulmineynaa zurqan ayagoo jirkoodu u midabkiisa isbedelay zurqii waxa la yiraahdaa waa buluuga midabka la yiraahdo midabka buluuga la dhaw ee matala waxa weey samada ama cirka midabkiisa kala ayaa zurqii la yiraahdaa oo sabab noqonaya waxa la leeyahay jifruucu markuu tacab iyo dhib badal iyo rafaad iyo kadeed u maro kadib baa jirkiisu saa isbedelaa marka rafaad ka haysta ayaa jirkoodii dhan isu bedelay waxa buluuga noqonaya ma jirkoodii oo dhan baa mise waa indhaha kaliya labadaba way dhex karaan waa astaan iyo calaamad lagu yaqaan way macna saasay noqonaya way dhexdooda isku qarsanayaano hoos bay isula hadlayaan ilaa kor uma hadli karaan waa la baqaya yatakhafatuna baynahum way sheekaysanayaan markaas uu xulayaa midkood illa bisum illa 10 toban ka badan maba inaan joogin maynaan nagaan xagee ku nagaayeen waxa suurtagal inay ka hadlayaan adduunkii intay joogeen وحكى رسول تقال انت قبرك كتيرين ميكا وضع وقبرك تضم تلو ميدا لان مانت انت نفتوغني ابني يدي اي انت سواتوغين برواقاتك قبل فيوحي لان تلو تضم مرني تضم الا الروح برواقاتك استهدو صومر السكة استلوغو سو النعمية وقال لبا بني سدح بني وحوغا لغو يرقو تشيو وقال لي هذا وروح مك صومرين وحي هرودن سو مهل ماما وحي هرودن ساعد الله نغنس فاق عزيز النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار كنيكي وقبر واقبتنا أدون كمركو تشوري أيها لكيني مالك القيامة مركزان النار سال مخورسين يا ابو نبي صلى الله عليه وسلم مركزان ليه وليه خير مقزامر وليه خير مانا أرقمنا أورني بورني هاوي وحي أدنية ده خلاص هل مروا النار سال مخورسين بكو هالمام مركا وحي أي أدنية صامرين قبرك سويت شوقين مددي ونوح إليه من تمام بريوي وحي رب الله سبحانه وتعالى أنك أغان شبضا هذا كأيليه قرصانا يعني اسكسر يسانا يعني وأن أغنه وحن أغنه مركو كأغرهم أيها أمثلهم طريقة كأغو عدالة بضن أغو فضل بضن حق تشتك تشتك أوي تشتك هذا الكوي هذا الكوي إسليهين تشت كيسة كأغو عدالة بضن وأنك حق الرمت أغو دوي معنا أنك حق الرمت أغو دوي أغرهم مرك أوليه هاي مال كبضا مين أنشوغن أو مين أنغانن مركاسي وان أغلى يا رب سبحانه وتعالى أنك أغلى شبر
ويعني قارو عليهم توم بس وشوفني لكن كأجرن وامد كمدد سير يوي أو هل مالنا نينك شيء باقو شد أهم شد كهذلك يضادني هذلك نحمر يشد كذا نينك سا أجو عدالة بدن أجو توصم رب الله سبحانه وتعالى طيب ويوم يوم مالنك شيء النبي أو عصي ينفق العفوف في السور سور كالعفوف ونحشر أن كل من المجرمين الدنبيل ياشي يومئذ مالكا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا حال أيهين كواتش الكودي عنده هذه بأي بلوغ نقضين ماذا فيس بدلي يتخافتون ويسكسي ريسانا بينهم لحدودا إلا لبثتم ما لبثتم ميدا النقانين إلا عشرا تبن بري نحن أنك أي أعلم أغاشا بضم رب سبحانه وتعالى بما يقولون وحا إليه بما شيء يقولون إليه إذ وقت بأن أغاشا بضمناه يقول أوليه أمثلهم كأغو عدالة بدل أغو فضل بدل مريقة الحاجة تشيدك هذا الكأيليه كأغو عدالة بدل أغو الرونة أغو التصني بدل مركة أوليه إلا بثتم ميدا نجانين إلا يوما مال المويد مركة والأغن هبر رب سبحانه وتعالى والله سعلا أعلم كنوه ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا استبدل كي مركة أدونك كل عي قيامة مركة اتماد ما ماشي لك عصي ويسألونك وحي كويدين يا نبي عن الجبال بورها كويدين يا فقل وحاتر هذا ينصفها وفردين ربي ربي قيبا فردين يا نصفا فردين فيذرها مركز كتقيا قاعا حال أي بنان تهي صفصفا وسب سب سمن سب سب سمن لا ترى ما أركيسيت فيها دحر هذا عوجا وحق اللوعة ولا أمتا يتاكسين تونة تاك يقلوعة تونة قوات ميس يومئذ مالكا يتبعون وحي راعيا الداعية كأويري لا عوجا قلوع له داعيقا أمسلمنا لقا قلوع عدو لقا اللي عدو ما شودتك أودي وإلا هذا وخشعت والخشوع دي أوي حسشي الأصوات بوقيالك للرحمن الله نحرست بنبي وحسشي أو فلا تسمع من مغريسي إلا همسا قاقص هذا اللي قاقص لي أما إلا همسا شنقات شنقات اللوك تمويان وحكرة مغلية زمجر يومئذ مالك لا تنفع ما أنفعس الشفاعة إرقدي ما أنفعس إلا من عد مويان أدين أوئد من له إساق الرحمن الله نحريست بدن أوئد أو الرضي أرال النغضي له إساق قولا أراه أرال النغضي بوره كويديني لما مدوي قلد ويديني سيئيهين قلد قيامة إن إيماني سبتي تنيد أو بعثك إنكر سنيد ووحي ليهين محمد وهدي يعني أبنى ذهي أدون كان يوحا والا تشبين دونا بوره إنتا لقلق حقين لقين دونا وحاك الله سورة قال قلد ويديني إن المؤمنين تيهين إليهين علم سياسي أي الرمان وإليهين رسول الله حسابا إن نقوم دونا المالين في القيامة بوره سين نقوم دونا مركا أدون كان لقلق بيني معنا إلا ما ضبوا سورة قال ربي وتعالى سبحانه وتعالى نبي الله بوره كويدين يان وحاتر على بورها ربي سبحانه وتعالى ينصفها نصفك وقلت زمرا ثم لننصفنه في اليم من نصف سمنا زمر شيئا مركا انتل الرقه لبربريه كددنا لبتيه الله سيره أيها الليلة هذا نصفك الليلة وحانا لقوضا بورها نظرك إسان إيه قال اسكو بربرين يان والبربرين مركا سال الرقه يان بودي نقنيان بودو markay budan noqdan bay dabaysho qaadaysa markay hawada marayaan iyagoo budaa watar aljilala tahsabaha jamidatan wahiya tamurru marra sahab saasi maana malaka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cabiray wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush yani dagorta ilaha oo labahiyay la kala furfuray oo xabadba meel taalo oo dabaysho wado ayay buurihii noqonayaan saasi maana waxaan culayskooda aragtana dhulka ku dul fadhiya saas waxa halkooda noqonay meesha buurihii saa ka noqonayaan adiga ka war marka tabarta darna miskiinka soo xaalku halisma buurihii saa laga dhigay kadibna rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu fayadaruha qa'an safsafan maxaa laga tagay yadaruha damirkeeda laba mid weey meelihii buuruhu ku fadhiyeen in laga hadlayo meeshay buuruhu ku fadhiyeen waxay noqonaysaa qa'an meel banaan safsafan oo siman oo sibsiba أما ملكي ذا اللو علمي وماشا لغا فهمي فيذرها ملكي وقال لك التقيا قاعا أيضا ومعنها سمن يعني يوحان بنان بانديلا قاعا أيضا وبنان
صفصفا أوسما ولا سيعدي وحليلي لا ترى فيها عوجا ولا أمتع ملق الله على كوارك ميسد ملتاق على كوارك ميسد إلا نقول كهذا مركز عرفت السماء مل وقت مل وتاك سماء واحد نظم الله السمية مركز أبنون كون في النقل يسكو بحس واحد دوش يساره ونقول إنه ولقى قاضي قاعا اسمنا ما دلصارنا جهدنا ما دلصارنا بورنا ما دلصارنا صفصفنا واسنانت شيء مركز يعني واحد يصفين يسوى مكن شاسم على يعني وضع النقل من سب سبعة أو سمان بندل كون نقل واحد تاج مركز ما لك إساقا سيدا مركب منكم نغضو ربي عليه سبحانه وتعالى وحي راعيا كوي يريه يا ويميت كينو يريه وملكي ملكي بونك أفوفي ويا خلقي قوي يريه صوبحاي وقرني ربي جين سؤال ما لك سي صور راعيا إساقا لدوج ليا لا عوج له قلو على أمسكنا عنه ملكا رواقي سلقا ما قلو عنكرو ميدك يبدي حطولة وحو اللي حنكر مجره لا عوج له يعني يا قلو عسمية دك خلقي وكما قال له حسن كرام الله قول كما اللي حان كرام وإن ماشو هو ما أيو أدان معنا ما لنكا إساقا أوح الله وحي صوتها إيا هذلها إيا طوقها وخشوعيا وحسليا الله نحن استبدا بيرو حسليا سبحانه وتعالى هذل إيو هذل تاكتاقا إيو شاكيسي عادي إيو يعني إسكا هذل إيو ما لنكا مجر حول كميش يلي ديباتنا ميش أطالعي نيوال بأبكي سخصنية وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا شنقاط سعد كأي سعدان محشر كأوسي سعدان نقطة شنقاط يضم يوحك الله المقلس ما بتشربة أما هذا الورقيز ما تشرب همس أنت وأمرك اللي ده هو نقطة شنقاط شنقاط كستو قرصون بنا همس اللي ده هذا الكادو قرصونية ومثلا ويه جاجاس لا جاجاس لا أما هو نو نو أكله فأبقى هوس لسود دي بهي همس جوالنا شنقاط النقطة شنقاط يضم واللي ده طيب أنت والله مفسر ربي وعليه سبحانه وتعالى مالك إسجع سيدا مرك إسوي ما دانه مالك أرنك أسوله شفاعة واحترم نس عدكو إرجين إذا ما يجرت إرجو أولياء إرجين يشغل بأي إرجين يأوغ إذا نسكوها اللينا يا إرج ما تشرت برب سبحانه وتعالى عد لبشر ديب الله بغي إلا من أذن له الرحمن شفاعة وحي وحطر عد إلى هاي قوئد مي oo yiri hebel hallo shafeeco waxa waxa uu ga iyo yaani sheekhaaga iyo awliyada sheekhu ugu jira ma cid ilaahay u yidna talabaad wa radiyallahu qawlan hadalna ilaahay uga raali noqday laba macna leedahay wa radiyallahu qawlan oo isaga hadalkiisi adduunkana ilaahay raali u ka ah oo tawxiid la yimid la ilaaha illallah ku dhintay معناها سفي عن الليلة والرضي الله قولا وحاك لنقوم كرتا والرضي الله قولا هذا الكلوغ الشفيعي الشافع أولي هين إستجد درتي وقرر للمقضي وقولا انت مرة وحي قد عيسا كيلو شفيعي وقول كيسي ومركا وحي نقونتا لا إله إلا الله يتوحيد مرة وحي نقونتا كي شفيعي هذا الكيسي وإله برر لك المقضي معنا وشفاعة دي معنا طيب ما لنك مركا شفاعات اسكوا علينا منه شفاعة وهول إلهي قيمنا سبحانه وتعالى شروط بين الله لكن هذا أن كسي تلقل يا مشا قيسنا أنك شفاعة وما نسكوها لنا يا وركة سالة دينا معنا وذا ذبن الهو إلى هذين يومئذ مالك ويسألونك وحي كويدين يا نبي عن الجبال بوري بي كويدين يا فقل وحاصر هذا ينصفها وفردين وبتني ربي ربي قيبا بتنا يا نصفا فردين والله سيدا يا إيقو انت البربوريو فيدرها مركز كتك يا قاعا حال أي بلان تحي ماشي يكون فرد دي أمدل كيبا قاعا إيضا بلان أصيما صفصفا أو سبسبا صفصفك سنان إيا سبسبني ما يسوي جرت سبسب الشيء قلوته أين قبلين المعنى لا ترى ما الحال هذا الأركيني فيها نحن إذا إيوجن قلعكو أركيميس ولا أمتن تاقن أركيميس ميل تاقن أركيميس وحي ربا الله سلسيما ولا شقي ولا عبي يومئذ ما ننكا يتبعون وحي راعيا الداعية كان أويري ملقي أويري بي راعيا لا إيوج قلع له إساق أمسقنان له إساق لقى قلع سماء دنع كلا الآذاي موجود متشر ومعمع متشر إساق أمال لسود آذاي ومعنى وقشعد ويخشو عضايا ويحفي شيء الأصوات عضضيالك يبوق يدي للرحمن الله حريث بنبع وحفي شيء أو فلا تسمع ما مغليزي إلا همسا شنقد شنقاد هي النقطة شنقد لذنب ويوحك لد مغليس ما هجرت يومئذ مالك لا تنفع ما أنفعز الشفاعة إرقدي إلا من عيد مويان أدين أو إدمي له إساق الرحمن الله نحريس بدا إن الله شفعه أو إدمي مويان أو الرضيع أو رال النقضي
له حال أسونا ذيك الله شفعيه قولا أراه أقرر للنقض أراه هذه سوء توحيد أنا إلهي أقرر للنقض هذا في عنه إلهي الرأي لكي يهينه أدونك مركو توحيد شري وتوحيد سنشري لا إله إلا الله بيش يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم الله وحي أبيا خلقها ميش يسويه ما بين أيديهم وحي هرطورا وما خلفهم وحي كذاشورا ولا يحيطون مكو بكران به العلما علم تنكسك مكو بكران علم أهان إلهي كمكو بكران سبحانه وتعالى وعانت ويخشوع بي ويهو قانسته الوجوه وتيالك للحي الله نرش كامل كالب يهو قانسته القيوم اتاقيد بدن خلقك ما ملكيس اتاقيد بدن وقد خاب حقيقه وحاهو بي وخساري من عدي حمل حنباري ظلما قردره ظلم منك ما انك سوى حنبار سوى اللي يدام على وحوه يخساري ومن يعمل عدي سمي سمين الصالحات اعماشا ولونك سنقار كمين والحال هو إسقوا مؤمن ويهي مؤمن فلا يخاف كعبس ما يظلم من قرب الرك بقماي سيادة بقماي ولا هض من نفقا منك دين كبقماي صلّى الله سبحانه وتعالى مالك خلقك إلهي وأوجي سبحانه وتعالى وحي كفر ريا وح كذب يبوجي يعني وح إلهي كمقرصون سبحانه وتعالى محكمة إلهي ذا مالك اللورتشوجا وح إلهي كقرصون ما أُشروا خلقه كصاص مالك أمر هذين وح بقرصونين وحا هوغي او خساري عدي الظلم حبار سطي ظلم وحا اقوه الشرك باقوه إن الشرك لظلم عظيم مالك الروح الشرك ليمت ويسبع الى الاله اهين عابده خلق كلا واحترك رفو ميسان عدسكي سعيدك لأوكي سني شوحي ارنتا ليما دام مالك خساري اقوه ناك باحي محايا لعذاب الله بكوار يا سبحانه وتعالى وحا كم ذا سيرو كره الظلم جاء ضمده أي جلية ولو شرك ما يوسن قال سني وسوق جلية معي الروح والبقياس في سوي كل بقياس الظلم جاء قوية هاي أنب النقلة يا عقاب تبي عذاب كور النقلة إلى هنا كعبينا ولا أكرت سبحانه وتعالى تتوحيد بريوت عدي عمل صالح قار كيل سميسس عمش صالح قار كيل استوى أم مؤمنة مالك إيمان إيه عمل صالح الروح اللي ماذا ما كبك ما يبرب سبحانه وتعالى الظلم كبك ماي أو معناها دنبي وصل لإيمان إن دوش الله قصار عذاب وصل من الله إن لقليه تاك بقميس وحايا إلي ربك سبحانه وتعالى عدالة أو من حقي سأيك إيمان إذي أيها محكمة قاضي وكثير ظلمي وقبق نبتيز ظلمي وكعرمي وحاك لو آذن كبقين ولا هضما إن وح لقاتمه لقان نسقاميه أجسرك الله في مدي خيرك أقيقار إن لقاتمنا مدانا كبقي ما يوي معنا سأصر بني سبحانه وتعالى يعلم وحوقي ربي ما بين أيديهم وحا هرطولا وما خلفهم يوحا قداشولا ولا يحيطون مكو بكرام به ألا علما كمكو بكرام على قولا يعني علمي إيوغاش حقي الله كمكو بكرام إلهي ذا تديسة ميين علمي كمكو بكرام مايا أصمادي سميين كيفية ذي قابك يقوط على علمي كمكو بكرام مايا حديث لقول هذا إلهي ما قلبا كمدة صفاته سيبه ويا الله ماذا قرن كرته؟ ما يا إلهي الصفات كيسا ذاتك وحا كمدة يدقى عن بوليها نياتك أن سيوتا لك عنديس ما يا ولا يحيطون به علما أفعاش الله سبحانه وتعالى صدوك لتبين كيف يدقى علمك كوبي كره علمي جينا إسكير الله سبحانه وتعالى علمكم وكوبي كرتان ساس دراد ربي وحكو ساسا إنه إساقو إنه الشيء جمه إيه ما تلابي كرنه إنتا ما تلابي كرنه محايل إجتهاد مجري كرو عقل اللي قمك ياني كرو قياس اللي قمك ياني كرو عيدك لأمائك إنتا إنه كجرنا إنه وإنتو إساقو إنه الشيء بس رسول كيسون إنه الشيء صلوات ربي وسلام عليه وحي إنتا دير روحي قلع oo nuti sumaanaha meel khatar agliyay haddii isaga markaas garanay isaga khatar iskiri intii lagu sheegay ku ekow saas macna wa alati alwujuhu wa tiyadi wa khushu'ana wa hoggaansamin lil hayy allaha nolosha kaamilka alebay u hoggaansamin alqayyum e taagnida badan khalqiga maamulkiisa u taagnida badan wa qad khaba haqiqa wa hoogay man cidi xamala xambaaray dhulman shirki iyo dhulmi iyo dambiyo ninki xambaarsaday oo la tagay ruuxa samaaniga khasaare wa man ya'mal cidi sabay من الصالحات أعماش وناس قاركوت والحال هو إسق مؤمن ومؤمن يعي فلا يخاف كبق ما يظلما يعني كبق ما يظلم ووثو صلى إيمان إلا صارع ولا هضما نسقى من وثو الليم إلا قم نسقى من كبق ما يظلم وكذلك سداس وكلا أيان أنزلناه أسودش آيات كهرسان أسودشني أكلا أيان أنزلناه قرآن كأسودشني قرآن الحال قرآن يعي عربيا أو عربيا وصرفنا وان قد قديني فيه قرآن كدهريس من الوعيد
يعني وحوي هنشباد دقارك هنشباد دقارك بنكون ركرقني يوم على وحوي عسقين لعلهم يتقون لعلهم وحي مدين يتقون إلي بقان لعلهم وحي مدين يتقون إلي استوران ومعافذة إسكيلانيا أو أما سيحدث إنو الدرنسيو لهم إيجا ذكرا حصوص إنو كسو عسبونيسيو مركي أخيان إنتي إسحصوصتان أو ديب سيقول نقدام باعدي لي مادا فتعالى الله فتعالى وحا كرية الله الله أيا سرمري المليك إي بقرك الحق إي حقا ولا تعجل هذا الدق نبي محمد بالقرآن القرآن كي أقول دق من قبل أن يقضى أنت لجودين أو لطمايسترين إليك أديك وحي وحي جس أنت لجود مايسترين وقل وحده رب ربي رب يزيدني إزيالي علما علم إزيالي لماذا نعيم القرآن كي جس زين سيدا هذا آياتها لينوص شيء سيدا نسود تشيني أكله بالقرآن كود نسود تشيني برب الرسول تعالى أنزلناه القرآن كود نسود تشنتيسو وحي الله متهاي قيس هذا اللي ينسو شيء سيدا نسود تشيني أكله ساسي معنا طيب isagoo oo quraana soo dajinay oo carab iyo luqada carabiga ku soo dagay luqadii uu ku soo dagay buu ila maanta ku jooga ninkii luqad kale ku fasiray isaga jirta ingiriis ku fasir soomaali ku fasir sawaxil ku fasir laakiin quraanka asalkiisu luqadii carabiga hadduu baaq ku yahay waana ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa ka mid ah qaababka uu xifdiyay quraanka wuxuu xifdiyay saas macna quraanka qaabku wuxuu xifdiyay hadda aragtaan midna kutubti tawreed iyo injiil ee midna nabi muusa lagu soo dajiyay midna nabi ciise lagu soo dajiyay luqadii lagu soo dajiyay lama hayo يا واللغات الإنجليزية دي بيا واحد على معرفة يعني واحد ويان كتاب واحد على الكتاب المقدس وهذا إيه هيستان وكان يفتح قوي هيستان لغات إنجليز مكوقرين صامع ما لغات إنجليز مكوسودري أو اللغات مكوسودري ما هيان واحد هيان أن ترجمين وده تأسيس ترجمين كوكلا سيس ترجمي متكر وحبو كدر صري كان فهم كيسي وجلية كان وحبو كصاري واحد يمشي كهيا واقع لكن القرآن كان إلهي وحيو كل إلهي عربي النمديد ولي باقي كله وقرآن عربي وحانو بحدي شكرك ركناو كقد قد نبو رب سبحانه وتعالى هنشبات سي أي أوان أو إسو إلاليان ومعاصدة إساق إلاليان أما إنتي إسكن نغران قرآن يعني كو عصبونيسية أو كسو درسية إياقا يعني وانسا أي وانسمان إني ديدي سقول نقران ومركا بعض إلهي يوراقا يكون دقاقا معنا ربي سبحانه وتعالى إنت صورنا سميه أي سرية أو حمان وبنك سرية أو ذاتي سو سريسا أو أسمادي سو سريسا أو أفعاشي سو سريسا أو علوي أنت ونعوي هاي بسرية ومعنى الله بقر كاها حقها السقنا أسمادي سي صفات كي سورة أي سقنايا نبي صلى الله عليه وسلم بالوحى لبرا يا قرآن كسيده أقاد الله هادك دقن بالي النبي محمد وقرآن كسيده دقن دي. انت اللقود ضمين من وحي جيس وعن أقول سورة يعني وحوي القيامة لا أقسم بيوم القيامة بأن أقول تجدون نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه ملك الجبريل مرك القرآن كثينا يا بريو أيوه إنسانين شرين أوه إنسان ودقدق شرين يعني إنسانين شرين كافة كان الدور بقبو مركو على مركو يعني إنه معنا ملك الجبريل أنتو سلطة مينين وأوصل القرآن كأخرين تيسي كبهن بو كدب أخين شرين مركا سال يلي ساهي يلي لا تحرك به لسانك لتعجل به waxaan arabka dhaqdhaqaa jirin baa iska kaatso markii qiraa'ada jibriil dhameeyo kadib markaa kadib akhri waxba ka fakan maayaan anaga ku balan qaadayna inaan ku ururino habban xarf inuu ka fakan macna saasi macna markii nabiga hadii degdeg baa nabiga sallallahu alayhi wasallam suq jibriil ha dhameeyo macallinku waxa akhriyo way macna macallinka bal horta ka dhabis hadan macallinki garab orda gowr qaabku wuxuu akhrinayaa miya saami karta ilaa markuu akhrinayaa adna wala akhrinaysay suqna معلمك هذا ما يو آيتها أخريه مركو أخري يسيد ودهي يكذب أخري صادق لله هدك دقي صادق للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وحنا ترى هذا الرب يوم علمي إيه سيادي علمي إيه سيادي علمي قال له سيادي وقرآنك هي فهم كيسة هي حكمة كتشرته أسرار قرآنك كتشرته كاوي ميت النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إله ويجسنا إن له سيادي وفعل النبي قال له الله ويجسته حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيسوا حكم ده يعني وحبي شري اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلم عليه إلهي يعني وحا برتي إذي برتي إبو أنفع وحي أنفعنا إبر علمنا إي سياري
مهدنا مرول بإلهي بس كله حارض بإلهي مهد بكله سبحانه وتعالى هي أمان فاس النبي قال لقول عزيزين سلامات ربي وسلام عليه مركا وحيد هذا الشيء النبي قال لقول عطساء اللقوسية دي قال علمك أهل المجر معها الدنيا عطساء حول عطساء دور كأن اللقوسية دي ويلا شيء عروت اللقوسية دي قريها اللقوسية دي طاس معنى وين ملي لكن شيء مهم كسيادة دي سلع عطساء وحويا وإلهي قرآن كأنه كفاسيه علمك إلهي سبحانه وتعالى إنه كابره حكمتك قدره رقني عمل فلك قدره لبنتم دائره ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وكذلك سلاس وكلب أنه أنزلناه أسودة شنة قرآنا حال القرآن يعني عربيا وعربيا وصرفنا وان قد قدنا فيه قرآن كتحديث من الوعيد هنشباد حق هنشباد قار كيف ذلك قد قدنا لعلهم وحي مديه يتقون إلى إسطوران ومعافية دونيسة كدوران أو أما سيحدث إلو الدرنسيو اللهم أيها إلو الدرنسيو كو عثمانيسيو كو كانوا ذكرا وانسا أي وانسا ما ومركا باعادي أي بقاقا معنى وحو يمد هره يتقون معافية إلو إسكتيرو يحدث لهم ذكرا له وطاعدين له دقاء مركي معناه هو أدوان سنتو فتعالى الله ألا أياك الرية أليه الملك إبقركها الحق إحقها ولا تعجلها دقدقين نبي محمد بالقرآن القرآن كان كود دقدقين من قبل أن يقضى إنتا لضميستر إليك أليه وحيه وحيه إنتا لضميستر وقل حضر ربي ربك يزيدني إي زيادة علما علمي إي زيادة ألا نويد زين علم القسي ولقد عهدنا إلى آدم هل كان واقصدي نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إيه إبليس الأحمر وأنا صومرنا إنت صومنا ربنا صومرنا ولقد عهدنا حقيقيا وان بلنا إلى آدم آدم بام بلنا عهدنا وان دردارنا إلى آدم آدم بام دردارنا من قبل قرآن حدا بسادة النبي الله نبي قال نمرك الله الله هي موسق سيدي سيه كهر أيانو يعني وحوي آدم لا دردارنا فالنسية واهل ما مي دردارك ولم نجد ما ننهل له آدم ما ننهل عزما قصد قوان قصد قوان أو وحي لغرب وكذلك سيد ما ننهل صاصي معنا قصد في زماء كانوا واذكر حسن نبيه إذ قل إذ وقت قلنا عنه للملائكة ملائكة مركا نكون لأسجدوا سجودا لآدم آدم أسجودا فسجدوا مركا سجودا إلا إبليس إبليس مهي أبا إثب وديل فقلنا وحن نري يا آدم آدم إن هذا كان عدو عدوي لك عدو عدوي إيا ولزوجك حاسك فلا يخرجنكما يوصا إذن كسار من الجنة جنة يوصا إذن كسار أو فتشقى أكدي دنسف وكأدب تطهر فدوي معنا إن لك وحاكو سبنادي ألا تجوع إلى رنقا تشون فيها جنة دحدد ولا تعرى إلى رنقا ولان وذن مركوين وأنك وأنك أذب لا تضمأ إلى ذن أو من نؤميس فيها شنب دحدة ولا تضحى من قر حيسنس آدم بأنه دردارا نبر بل سبحانه وتعالى دكار آدم دردارا كي واح المعامل محوها دردارا كي آدم لسي قيدا يسكتر بالي صواه إبليس العدو هو يسكتر فبوح له سبحانه وتعالى قوان أذك آدم ما ننكهر مر بل سبحانه وتعالى معنى هو حوقات دبع سنانة بوكت المامين دبع سنان تانا وابنك إبليس كسوق قليدا عزمي قوانا قصد أذك ووحي وكقصد ما ننهل ربي سبحانه وتعالى وحي وحب حسنان نبي وقد كشكي سامر كان ملائكة كل دبل سجود وآدم سجودة مركا سي سجودان إبليس مو يسقواتي وحي لأ ربي سبحانه وتعالى مركو إبليس سجود دي ديلي آدم بو ربي لك لي وأمر سيوحي والآدم وكا ننكا سيوا عدو باقي حاس كاقي أديك بعدو بو إدنيها إسكتر وتشدد أوليها وإنه شنده كسر شنده يوسف إذن كسر إنه برواقده إلهي إذن في يوسف إذن كبدعنه حضو إذن كسر مع بعي فتشقى مركوات ردي أدوم باتشك قحر هي الرفاق هي حماله هي الدبيب هي قرد نس هي معناه رزقه كان هي قرح هي الرفاق بأوتي تشقى بذات الله يعني وعويا كذاب هي الدب هي الدال بعد مركا قليوي معنا أما شنده مركا هالبرباقان وقود حشرته ما نشقي سنيزيد إلا أن تلحيس وإن شنال زغير حبارتو إسكا قرقورة تمو يالي ما لبا يالي ميشات فتشقى هدي وإن شنال كاسارو لب مركز أقوى الرسية الدنيا هي شقة دي ومعنى ربي سبحانه وتعالى مركز وحليه هاي شنال دحي روحات كل هذا هاي دور عرمو قاكشون ميسكو طلبان مرواي ميس ولا تعرى مقا ونانيس لوضع سوى إسقابلتين هنا وحالة بها جوع وعلوش ومرتصمة عريقا محالي لهذا شركي ومركة مدى لا بد من ذلك. كركعون وأسطرلانا يا
علاش هذا واسطرانه سلام هذا واحد لك لينا يكو وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحر وإسقاط السينهرو أنكو وعلى الجبشة الجدها وجدها أتكل لا تصوب ولا تضحى قر حيسقنا وكرك أتجبت صوب علاش أنا كجب الميزيد كرنا كجب الميزيد شاطر بسم الله تعالى وكله معنا مركب رواقلاس كد دال وكفر أضي منك كاسار هيا وانك اسكتش بالي نبي الله آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد عهدنا حقيقة وان دردارنا إلى آدم آدم بانو دردارنا أي أنو دردارنا من قبل هران دردارا بانسينا فالنصية واخ المامي ولم نجد من أنان هلين له آدم عزما قصد قوان أو أرق مانا نوهلين صار برادي بأولو العزم كالله غسان أولو العزم من الرسل شنطو كمثل آدم عنه واذكر اسئذ وقت قلنا آنه للملائكة ملائكة مركان كل ربا الكشاكة اسجدوا سجودا لآدم آدم سجودا فسجدوا مركان سجودا إلا إبليس إبليس نوي أبا إسابوا الديري شاكدوا يضوا انت كفا فاسا صمينا زمر كعلين ومبهنا وانا مرد الله إن شاء الله تعالى فقلنا مركان وحان ريا آدم آدم إن هذا كان عدو عدو يلك عليك عدو كوا ولزوجك إي حاسكا فلا يخرجنكما يوسن إذن كسار من الجنة كنظا يوسن إذن كسار أو فتشقى بباتوتو أكذي إذن توت رفادوه معنى هدو كسارو يعني شقد الدنيا دوي رفادك لقال لك إن لك وحاكوسو بذلك ألا تجوع إلى ذنقى تون فيها كنظا لحذ ولا تعرى إلى ذنقى وران وأنك أذب الله تضمأ مؤميسد فيها كنظا لحذ ولا تضحى مقر رحيسنس قرحنك قبل ميس إلا شنري خرحت مجرتي كل التوني فوسوس إليه الشيطان دردارا كامرك النبي آدم لسي حالكم حول نغضي مرك فوسوس وحا أشيكي إليه إساك شاكا قرصو وحا قرسي إليه آدم الشيطان الشيطان بقرسي شاكا قرصون وقلبي جيزاؤن لحل إذا بوهوس أقول لي قال مركا سيحري يا آدم وآدم وقات الشاكا دي هل أدلك مكتوسا على شجرة الخلد وارثان كجيت كيس مكتوسا وملك إيا بقرطوية جيت كيت بقرطوية سو لا يبلى أن توقو بيني ولي جيت ريس فأكلا مركاتي علان حاوية آدم منها جيدي حق إذا كعلان فبدت وحا موقتي لهما لوضع دي وحا أموقتي سوآتهما هما يالكود عوردي بابنانك قصود عضي وطفقا وحي قد قلانو باللابين يخصفاني إلى إسكو كركران عليه ما كركوا ذا إيه كوكر كرالو كل دتشيان من ورق الجنة تشلذا على مهذا تشلذا على مهذا قاركوا إني كل دتشيان في مركب الله من عورد كوا أسطران وعصا وعاسي آدم آدم وحي عاسي ربه ربي جب عاسي فغوى وانا اللومي وشيتك سحده هواك اللومي ربي سبحانه وتعالى مركو دردارا كاسيي نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سقر صودي أو حاول حريرين بشيطان اللوغة دقي إبليس باقول حريرين وصوصد وحل إلى هذا وشاكد قرصون وقلبي قاقو ما تكدري ميسو إني كسعط شاكد سليلا شاكد قرصون يعني قلبي كشاكا سنة يا أمال لصين هاي وصوصد ليلا سقر صودي أبو وحل أسيي ور قرصون يورقو قديري wuxuu ku yiri waa ka warkii aadam oo ma ku tusaa waaritaanka geedis iyo boqortooyo aan waligeed duugoobayn in geed lagu helo bal hawaarka meesha ka bilaabtiri hawaar ku dhac bal meesha ka galatiri waa bini aadam ka labada oo ugu jecel yahay boqortooyo iyo kursi iyo inuu dad kale oo madax kaga fadhiyo waa kaas oo macna waxa weeye hadaan isku leenayna sama ku talabaadna waxa weeye waligeed inuu jiro أبو صنديبان جيري وحكا نعبية مجر لما ذي ما وحاد كهري بان قوها يا بوري آدم لما ذا بوحكو تشعلين أم حيثا جيت تنطاق بطول جيت تنعن وحكا وحاد مدى مرقى قرآن بصوت الماما يا آدم هذا الكيكو ما كان عن مركا سوب الله بينه وضعت وقاسمهما إني لكم الله من الناسعين آدم وهي توب من بولي آدم وهي غشكين والله تعبان قوها هي وقلنا سيحين ايا ساسولي نبي الله آدم عليه السلام مركا إلهي سبحانه وتعالى دردارا كي سواها المامي سيد رب سبحانه وتعالى وشيغي هل مان كاسي فالنسية داسي أنا أريد صمرنا آدم لليه نسيان كاسي علمده وحل بمعنى التركي وكتك أما ماهي هل مان بالعرمي لكن وحا شرعي واقع شريبا هل مان كالروح اللوقة بنكري أما شرعي أن هل مان كالروح اللوقة بنكري صلاة هدان هل مان كتك شرعي وديو أوحو أها إن هل مان كالروح اللوقة بنكري حدين للسيادة بمعنى ترك الله قد قلنا أيضنا وحوية اللغة وشرعا انت واسحي زمان صيف مركي أي أرنتي كي يلانو جيتكي داقين ردوا إليها جيتكي ويعلن حاوية آدم
markiiba awradoodiiba soo baxday awradoodiiba muqatay way qarsoonayd maxaa ku qarsoonaa ma maryay qabeen allah waalaa wax ku qarsoonaa laakiin awradu way qarsoonayd qaar waxay leeyihiin nuur ba qarinayay oo awradooda ka tirnay qaarna waxay leeyihiin ma yahay dhar labis waxay qabeen sida cidida bini aadamku kala cidida nasadana labiskii oo dhan baa laynaga sida cidida inaga soo hadhay waan soo warrar macna waxa wadaadadu sheegsheegan laakiin wax la isku soo aruurin ba adiga awradii ugu qarsoonayd baa banaa ku soo dhacay waxay tilmaamaysaa ruuxu haddii ilaahay macsiyo ka galo waa qaawin ila waxaad ku asturan tahay ilaahay daacadiisa soo mar ilaahay daacadiisa ku asturan tahay haddii aad ilaahay macsiyo ka gasho macnaha waxa weeye maryihii ku saarnaa baad iska dhigtay markaasaad isqaawisay mar alla markay arkeen cawradood iyo banaanka usoo baxday haddana waxay bilaabeen intay calaamihii jannada intay googooyaan inay isasaasaaraan yaksifaani karkaridda la yidhahdo kabta markay intay kaa goodo aad mid kale intaad soo qaado aad ku karto ayaa la yidhahda khasafa nacla kabkiibuu karay marka intay caleenta soo qaadaan bay jika ku dhajinayaan mid kale halka ku dhajinayaan cawradii bay macnaha la dagaalamayaan oo qarinayaan macna saas weyaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wacasaa aadamu rabbahu aadam rabbigiibuu caasiyey faqawaa waana lumay qawaaga waxa la leeyahay qiwaayada waxaa laga wadaa hadda wuxuu ka lumay wuxuu rabay muxuu rabay waaritaan buu rabay soo ma miyuu hela mise wuu ka lumay waa ka lumay ama ma ahe wixii alla ka rabay oo ah geedda inuu sal culin buu ka lumay labada way dhici kartaa qawaa can matluubihi wuxuu rabay oo inuu waaritaan ah waa ka lumo jidkii jid aan ahayn buu qaaday ama ma ahe wixii rabbi amray oo ah geedka ha taabanin arintii buu ka lumay oo dee geedkii waa cunay sidaas ma ninta waa la yidhahdaa macna ayib fawaswasa waxaa waswaasiyey oo si qarsoodiya ugu sheekeeyey ilayhi fawaswasa ilayhi maadaama lagu gudbiyey bimacna aliisaal waalintihaab ay tadmiinsanta tadmiin baa la yidhahda fawaswasa wuxuu fawaswasa waxaa waswaas gaadhsiiyey ilayhi aadam xaggiisa waxaa waswaas iyo sheeko qarsoon gaadhsiiyey ashaydaanu shaydaankii baa gaadhsiiyey qaala wuxuu yihi ya aadamu aadamu seebuu ula xidhiiday seebuu ula xidhiiday oo ugu tegey allahu aclam abeesaa macnaha waxa weye yuu galay oo iyadaa qarisay oo warkaasay meel ka dustay oo meesha siday jannada ku tagtay oo warkaaso dhan waa israa'iiliyaad ka bax waa warar reer bani israiil un kutubtooda laga soo guriye laakiin nas aan lahayn see ugu yuu ku gaadhay ilaahay baa garanaya oo iyagoo kale fog soo mawada hadli karaan ya miyay adag tahay iyadooda lakala fog in la wadaalo khaasatan waayahan dambe adigoo macnaha adduunka cidhiskiisa jooga ka cidhiska joogaad la hadli soo ma telefoon baad u diri soo ma oo ma telefoon buu u diray ma si kale uula xidhiiday allahu aclam ya wax qariiba maa hadda waayahan dambe adduunka horumar gaadhay su-aal weynoo muhima maba sii ahaba jannada isagoo ku jira seebuu ula xidhiiday laanna way iska fududahay soo ma laakiin intaan telefoonkan iyo waxaan isoo bixin dadku su-aashaasi waa taagnaan jirtay adiga si ula xidhiiday ilahay baa garanay subxana wa tacala ka baxay tayib fa akala qaala wuxuu yihi ya aadamu aadamu hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati lkhuldi waaritaanka geedkiisa ma ku tusaa geeddiisa geedda haddii la cuno lagu waarayo wa mulkin iyo boqortooyo geedkeed boqortooyadaasoo laa yablaa aan duugoobaynin oo weligeed dhammaanayn saas weligii qaababka bini aadamka uu galo waxa uu jecel yahayna wuu ka soo galaa macsiyadana magac fiican buu ugu yeelaa waa u qurxiyaa la usayinanna lahum fi lardi soo maahayn bal magacuu ugu yeela fiiri waxyaalaha wan wanaagsanna magac un buu bixiyaa soo maydana argagixiso iyo yacni waxa xijaabkii teendhay ku magacaabay teendho fiiri akhyaartii waxay ku magacaabeen iyo ahlullaahigii waxay yidhahdeen waa argagixisiiyo mara ku dhagwey soo martaas wax alla magacyadii xulilaa ibliis bixin jiray khayrkii oo dhan magac un bay saarayan si looga cararo sharkii iyo fasaadkii iyo gaalnimadiina magac fiican bay bixiyan waa ilbaxnimo waa horumar waa kan waa tekhnolojiya balaaya kugu akriyay waa kaas macnaha waa tabtii uu isticmaalay wey fa akalaa way cuneen minhaa geedda xaggeedii bay ku cuneen waa xawiya aadame fabadat waxaa muuqatay lahumaa iyaga sawaatuhumaa xumaanyaalkoodii baa u muuqday waa cawradoodii baa laga wadaay wadafiqaa waxay gudagaleen oy bilaabeen yaksifaani inay isku karkaraan oo isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda inay ku dhadhajiyaan min waraqi ljannati jannada caleenteeda qaarkeed inay isa saarsaaraan oo isku dhadhajiyaan say cawrada u aastiraan wa casaa wuu caasiyey aadamu aadam rabbahu rabbigii buu caasiyey faqawaa jidkii saxda ahaana waa ka leexday oo wuu ka lumay arrinkuu rabay muusan helin weyn hada wabilahi tawfiiq wa sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.